متابعين قناة شوف تي في، السلام عليكم في البث المباشر. الآن كنتواجدوا بالطريق الرابطة ما بين مدينة تمارا ومدينة تمسنا، والأمور كما كتشوفوا فيها فهي كتخلع، ما كاينش الضوء، العلامات ديال التشوير الطرقي قلال 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 بزاف، الخطورة كتزاد. وحنا كنعرفوا أننا في فصل الشتاء كيوقعوا الحوادث تسير بزاف، العديد من الأمور كطرا في الطريق هذه اللي ما فيهاش الضوء، امتداد الطريق من تمسنا إلى مدينة تمارا، وانتم كتشوفوا الآن أمام الأعين ديالكم، وغتابعوا معنا هذا اللايف هذا وغتزيدوا تشوفوا الخطورة ديال الطريق. فراه ما كيبان والو، طوموبيل إلا ما جاياش مضوية مزيان فراه ما غتبانش، كيوقعوا حوادث تسير. وكنشوفوا أمامنا اللي هي على يدنا اليمين، ملي كنفوتوا الرومبا على يدنا اليمين فكاينه حادثه شفشه، كاينه حادثه تسير. اصحاب السيارات ما بغاوش يصوروا، ولكن كنبهوا المجالس بان الطريق هذه فراها ولات كتشكل واحد الخطوره كبيره على المستعملين ديالها، بحكم انها الان فهي متنفس وحيد لمدينه تمارا، الناس اللي كيمشيو سيدي حياة عين عوده تمسنا، فهذه الطريق الوحيده ديالهم، كتجيب من دوار سوق جديد تمارا المسيره جوج وكتدي حتى لتمسنا، وحنا غنمشيو فيها وغنشوفوا بان الطريق كامله ما فيهاش الضوء. سيدي محمد شكرا الله. اذا انتم كتشوفوا حنا غنمشيو في الطريق هذه وغتشوفوا بان ما كاينش الضوء، العديد 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 من الحوادث كيوقعوا، ابرزهم عمليه الكريساج، فاللصوص في هذه المنطقه هذه كيستعملوا طريقه خبيثه في الكريساج، كتكون غادي بالسياره ديالك فكتتفاجئ بشي حجره طلعت قدامك ولا ضربت لك الطوموبيل، فانت كتوقف على نيتك باش انك تشوف شنو واقع للسياره ديالك، كتتفاجئ بعصابه كتنزل عليك كتتعدي عليك كتاخذ لك الممتلكات ديالك، داكشي اللي عندك في السياره كتاخذو لك. اخرهم او اخر من تعرض لهذا الحادثة هذه هو احد شيوخ الرقاش اللي كيقنوا بمدينه تمارا، فتعرض لهذا النوع من الحادثه، كان غادي في الطريق هذه ضربوه بالحجر، ملي طاح الحجر قدامه يعني كراطا هبط بغى يحيدو ويشوف شنو واقع ومنين جا داكشي، فكيتفاجئ بعصابه مدججه بالاسلحه البيضاء كتهجم عليه، اعتدوا عليه بالضرب والجرح وصيفطوه في حاله خطيره للمستشفى الاقليمي سيدي الحسن، سرقوا ليه كاع داكشي اللي عنده وصيفطوه لحنين الله رحيم، والخطر كيتزاد نهار على نهار، والسبب هو انعدام الاضاءه والاناره في الطريق هذه. فكما كتشاهدوا معنا فحنا كنمشيو فيها وكنشوفوا بان ما كاينش الضوء، الضوء ديال طوموبيلتك هو اللي تيكيديك، هذا مشكل. التنبيه اللي شاروا الاخ عياشي فهو تنبيه في محله، الاخوان ردوا بالكم في الطريق وسيروا غير بالمهل. ربي قال شوف معناه هاد الطريق كتخلع بالنهار عساك بالليل، اكيد اختي فاطمه الزهراء، فهاد الطريق هذه هي كتخلع بالنهار ما عساك بالليل، لان علاش في اليمين واليسار ديالنا فكاينه غابه، كاينين اراضي يعني شاسعه ديال هما ديال موليهم، كاينين اللي في ملك الجماعه يعني باقي ما دخلهمش التجهيز، فهي ارض قاحله ما كاين والو وما كاينش الضوء، فهاد الامر كيزيد خطوره. اخر حادثه تسير كانت وقعات قبل شهر ونصف، واحد السيد بالدراجه ديالو الهوائيه كتفاجئو سياره كتضربو كترضيه قتيل، وكنا سبق لينا صورنا مع العائله ديالو عبر قناه شوف تي في وسجلنا معاهم المعاناه، والسبب اللي خلى داك السيد يدير داك لاكسيدون هي ان الطريق ما فيهاش الضوء، ما بانش لمول الطوموبيل، نتوما كتعرفوا ان بيكالا الضوء ديالها ما كيبانش مزيان، دونك السيد مول السياره ما شافوش طاح قدامه خبطو وهرب، فالسيد وفاته المانيه في الطريق هذه اللي كنشوف فيها. حادثه اخرى ولكن هي من نوع اخر، فشاب كان غادي بالدراجه الناريه ديالو كيتفاجئ بالحجر كيطلع قدامه، مني زيكزاكا بغى يهبط فاجأته عصابة اعتادوا عليه بالسلاح الأبيض، ضربوه ضرب اللي ما تبغيش العدوك، خداو ليه الممتلكات ديالو،
فاليقظه ديال رجال الامن مدينه تماره كانت في وقتها، واعتقلوا المجرمين في ظرف 48 ساعه، وهذا امر يحسب لهم. ولكن الا كنا تتوقع واقعه عاد، وهي كنشوفوا اي حديثه، حنا في حديثه خطيره كاع، هذه حديثه راه ديال الصحراء ماشي شي. اذا وحنا في الحديث ديالنا فكنتوما كنصادفوا حديث سير، وحنا غنشوفوا اي 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 الطوموبيلات ولا لا. اذا هانتوما كتشوفوا وحنا دايزين، فانتوما كتشوفوا حديثه كيفاش جات وكيفاش طرات، وهانتوما كتشوفوا تقاس حتى واحد. اذا هانتوما كتشوفوا اذا حنا في الطريق ديالنا وكنهضروا على الطريق هذه، وصادفنا في حديثه تسير، وهانتوما كتشوفوا كذلك. يعني حنا مع اننا دايرين هذا البث هذا، صادفنا نهبطوا نهضروا الطريق ديال الداخل، نشوفوا مع الناس الا كانوا بغاو. الناس شنو المشكل الطريق؟ واخا خليكم معنا متابعينا الكرام، غنحطوا غنشوفوا الناس اذا بغاو يتكلموا معنا على الطريق هذه وحنا كنشوفوا فيها. فانتوما كتشوفوا جميع هذا التوفيق. اذا انتوما كتشوفوا جميع، اذا انا تكلمت لكم على الطريق والطو ديالها اللي ما كاينش. ف خدم من الكلام ديالنا كنتفاجئوا بحادثه تسير، لذلك نداءنا دائما كيبقى موجه للناس، ديال الجماعات، جماعه تماره، جماعه سيدي يحيى زعير، جماعه مرس الخير، كذلك هي معنيه لكن لان الطريق هذه فراه محسوبه على العديد من الناس. فانتم كتشوفوا فهادو اثار فقط ديال هاد الحادثه هذه، وهما اثارات معروفين، يعني الطريق هذه معروفه بالحوادث، معروفه. هانتوما كتشوفوا الشو شوفوا سعيد. اذا هانتوما شوفوا راه ملي كيكون الناس جايين بهذه السرعه، فانتوما راك ها هي كاينه حادثه تسير هنايا حدانا وما كتبانش للناس. البطوات اللي راكبين فهم بعادين على الطريق اول حاجه، يعني اللي جاي الا ما شيرتيش ليه وغنصور خايم ماشي مشكل. اذا هانتوما كتشوف الا ما شيرش الدري غير بالبيل ديال 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 الطوموبيل، شوف راه ما غيبان ليه والو. هانتوما يعني كيحاول انه يدير واحد الدور. متابعين قناه شوف تيفي، نتمنى انكم تبارطاجيو معنا، لاننا حنا كنتكلموا على موضوع اللي كيهدد السلامه ديال مجموعه من المرشدين ديال هاد الطريق هادي. فكاين هنا حد شوف شكون اللي واكله هذا يزيد مع الطريق الاخوان. ما عنديش مشكل، ما مشكل اخي بخير. اذا هانتوما كتشوفوا حنا تحدثنا على الطريق هذه، وحنا في خدم من الكلام ديالنا فكنتفاجئوا بحادثه، وهانتوما غتشوفوا راه تكلمنا حتى على الكريساج اللي وقع، واللحيه اللي تعرضت هو للضرب والجرح، والسيد اللي مات السيد اللي مات بالدراجه. الطريق اللي باغي يديروا خي انا زناي باغي ينتقموا من عباد الله، لا دوله حتى شي حاجه، لا طريق لا والو، لا امن لا حتى شي حاجه، ما هاني والو. الرومبوان الرومبوان خاصها دار ليه. اذا انتم كتشوفوا فاحنا يعني بدينا كنتكلموا على الطريق، وكنا كنتكلموا على الحوادث اللي كيوقعوا فيها، وما بها ما حنا كنصادفوا حادثه. يعني قلت لهم باش تعرفوا بان الكلام اللي حكيت لكم في الاول فهو ماشي من فراغ، يعني هاد الطريق هادي راها ماشي نفسات المدينه، وانما خطفات ارواح وكتسبب خسائر ماديه لمجموعه من المرشدين ديالها. غنكملوا معنا الطريق. شوف شوف انت المكان ديال الشغال ديالك قرب هاد الطريق هادي، نهار على نهار كتسمعوا ان كاين حوادث، كتسمعوا كاين مصاعب كيوقعوا في الطريق هذه. تكلم لنا اخويا على هذاك الشيء اللي كتسمع. واش نقول لك؟ ما عرفتش هاد الناس، هاد المسؤولين، الناس اللي فكروا في الطريق هذه، علاش ما فكروش في الاناره؟ علاش ما فكروش يديروا بلايك ينبهوا بهم هاد الناس هادو؟ ما هذا راه كيبان لي انا طريق الموت هادي. لحدود الساعه فكنشهدوا ان كل شهر كتكون حاله وفاه، والناس دابا المسؤولين ما كيعيروش اي اهتمام، واخا تضل تهضر واخا تضل تصور واخا ما عرفتش شكون اللي تجي تقول لهم ما مسوقينش، وما على ما سرقوش الخبر شحال ديال الضحايا ما عرفوهاش. او السيد الوليدات دابا ثلاثه السوايع ما جا حتى واحد، لا امن لا حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه. ما هاد البلاصه تابع النفوذ ديال الدرك الملكي،
البوليس لا الدرك الدرك لا البلاصه تبع الدرك خاص اتصال ما عرفنا لمن متجه هذا هو المشكل ما عرفناش واش التسيير ديال جماعه تمارات التسيير ديال مرس الخير واش التسيير ديال سيدي يحيى فهذا مشكل يعني تم الانشاء ديال الطريق ونساوها وهذا هو المشكل واش حتى كان على الضوء كان الضوء ويديروا غنجنبوا بزاف ديال الحوايج حتى مول البيكاره اللي ضربها شي طوموبيل فكو كان الضوء فما غيشوفوا مول الطوموبيل ماشي غيجيو يضربوا والله هذه مخلق اخويا الشيء اللي غنقول لك اخويا الناس والله هذه مخلق هاد الناس هادو راه باغيين يقتلوا المواطن بهذه العبارات الله يهدي مصاب هادشي اللي غنقول لك اذا متابعين قناه شوف تي في كما تحددنا معكم فهي طريق الموج راه نتوما كتشوفوا حنا راه شاعلين البيل ديال التليفون اول حاجه وما كيبان والو غتكون جاي ويكون شي واحد خارج ولا باغي يدير دوميتور من الطريق هذه اللي كاينه فما شافوش كيضرب السيد هنا كيقوم بواحد العمل كبير الله يجازيه بخير فشاد البيل وكيضوي للناس اللي جايين من بعاد باش انهم يخفضوا السرعه لان السرعه في الطريق هذه فكتسبب مجموعه من الحوادث وحنا كنشوفوا جميع يعني حادث من دوك الحوادث اللي كنا كنتكلموا عليهم واش كوشوا الاخوان اللي كيسكنوا قراب من هذه المنطقه هذه فقال لك ان الناس ديال هذه البلاصه هذه بناوها ونساوها كنا متابعين قناه شوف تي في فالكل كيعرف الخطوره ديال هذا الطريق ما كاينش شي واحد ساكر في اخليه معامله تسخيرات تمارا كيجي من هذه الطريقه اللي كتجيب من دوار سوق جديد ديال تمارا المسيره جوج وكتشدي التمسنا وسيدي يحيى فنهار على نهار كنسمعوا حوادث نهار على نهار كنسمعوا كوارث كاينين حالات كريساج كاينين حالات ديال الاعتداء كاينه حالات وفاه والباقيه واقع عطي الى المجالس المنتخبه ما سمعوش الرساله ديالنا والرساله ديال المواطنين لان الطريق هذه فهي بلا اناره فهي تعتبر طريق الموت على امل اللقاء بكم في قادم الاحداث نستودعكم الله الذي لا شضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.